ينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة عبر الهاتف الكاتب المحلل السياسي الأستاذ موفق الخطاب، عضو الأمان العام للمؤتمر الشعبي العربي. أستاذ موفق، بداية مرحبا بك. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أن بلاده ستقوم بما يلزم إذا فشلت الحكومة في بغداد بحل قضية سنجار. ماذا تتوقع من الحكومة في العراق في هذا الشأن؟ حقيقة يعني الأخبار التي تأتي من العراق عما يحدث في سنجار مضطربة تماما، ولا يوجد تصريح يعول عليه. في كل نشرة أخبار وفي كل لقاء وفي كل نشرة حتى في الصحف المحلية هنالك تناقض واضح وصارخ في التصريحات. بعض التصريحات تقول أنه الأمر مسيطر عليه ولم يحدث أي خرق ولا يوجد أي قوات تركية عبرت الحدود إلى سنجار. قائم مقام سنجار يقول هنالك قوات دخلت وأدت المهمة وانسحبت بإصرار من الأكراد، ولكن هنالك ما زال مجموعات من منظمة البككة متواجدة في سنجار، لكن لم يدخل الجيش التركي بشكل صريح وعلني للتصدي ولملاحقة حلول البككة. أيضا هنالك تصريح من نفس القائم مقام يقول أن هنالك أيضا من أهل سنجار ومن بعض الحزب الديمقراطي الكردستاني أو بعض الحركات هنالك تأييد أو شبه خلينا نقول تعاون مع هذه القوات أو الأفراد الذين دخلوا إلى قضاء سنجار. حقيقة لا نعلم يعني أين التصريح الصحيح وما يحدث هنالك. هنالك تضارب بالتصريحات. أما الموقف التركي الذي أعلن من لدى خطاب الرئيس أردوغان من طرابزون أنه سيتحرك لملاحقة حلول بككة في أي بقعة يتوجهون إليها، وأعطى لنفسه الحق المشروع لذلك، وقال نحن لسنا بدول تسعى لاحتلال أي منطقة وأي بقعة، كنا في الأمر نريد أن نحافظ على وضعنا وأمننا الداخلي ونلاحق أي طيب. جهة. أستاذ موفق، صحيفة يني شفق التركية أكدت أن شن عملية عسكرية في منطقة سنجار بات أمرا مؤكدا ما لم تتوصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية، يعني كيف نفهم ذلك؟ الملف التركي مع تشابك الملف السوري حقيقة معقد جدا وليس وليد الساعة. ما يحدث هنالك من قتال عنيف بين من يؤيد النظام بشار ومن جهة أخرى الروس وإيران وكثير من الحلفاء، وبين تواجد العناصر الإرهابية بشكل آخر وتدخل أيضا حماية الشعب الكردي المتمثلة بالقوات التي انبثقت هنالك في منبج وفي عفرين وفي كثير من المناطق. هذا يعني أدى إلى تغول الجانب الكردي التركي عفوا وتدخله لوقف تمدد الأحزاب الكردية التي لها عداء كلاسيكي قديم بينها وبين الحكومة التركية. فمن الطبيعي أن يحدث هنالك هذا الخلط في الموقف السياسي. الحقيقة يعني من الناحية العلمية والعقلية أي جهة بضمن أي دولة لا تؤيد لا في تصريح ولا في تلميح أن يتدخل أي دولة بشؤون دولة أخرى، لكن ما يحدث هنالك حقيقة أمر يدعو للتعجب له، وليس فقط الجانب التركي الذي يأخذ أدوار في سوريا وفي العراق، هنالك الجانب الإيراني، هنالك دول عدة يعني، لكن تم التركيز على الجانب التركي المقابل لإسقاط التدخلات الأخرى. أستاذ موفق، بالمقابل قائم مقام سنجار نفى خبر انسحاب ميليشيا حزب العمال من القضاء، ماذا يعني ذلك بالنسبة لحكومة العبادي؟ أظن يعني هذا التصريح فيه نوع من تصفية الحسابات، لأن نعلم أن هنالك توتر في العلاقة ما زال بعد موضوع استفتاء كردستان،
فهنالك خلينا نقول نوع من التصفيه لامور سياسيه قد تكون احدها هو التدخل التركي في او نيه التدخل التركي في قضاء سنجار. بعد ذلك يعني حقيقه انا استغرب أن سنجار هو قضاء تابع للموصل، يعني لم نسمع يوما ما أن سنجار هو كردستانية، فهذا أيضا أمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب. على المستوى الميداني أستاذ موفق الخطاب، يعني تحالف العامري دعا إلى الاستعانة بميليشيا الحشد لمواجهة القوات التركية، إلى أي مدى تتوقع أن تقع فعلا مواجهات بين الحشد والقوات التركية؟ هذا تصريح تسويقي لا وجود له على أرض الواقع. بعد ذلك الأمور الحدود والتدخلات بين الدول هذه لا تحكمها ميليشيات ولا ممكن أنه تحكم الأمر ميليشيات. إن تطور الأمر يجب أن لا يحسم بالقوة، يحسم عن طريق مقاعد الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الشكاوى وتدخل وزارة الخارجية. أما هذه الفتك العضلات بأن تتقدم ميليشيا معينة لإيقاف دولة مثل تركيا، أظن هذا يعني نوع من المبالغة لا وجود له ولا وزن له في الساحة السياسية. أخيرا، ما توقعاتك لمآلات العملية العسكرية التركية في سنجار في ظل رفض بعض القوى العراقية لها؟ هو حقيقة إلى حد اليوم لا يوجد بالمعنى العسكري الصحيح التدخل، هو تلميح لتدخل. ربما ستكون هنالك تقدم بمحاذاة الحدود مع سنجار، قد يكون هنالك تثبيت أو إقامة بعض القواعد العسكرية لمراقبة الحدود، لا أتوقع أن يذهب أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ موفق الخطاب المحلل السياسي وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي.